بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات ثالثة ثانوي، مرحبا بكم إلى قناتكم لرياضيات. إذا اليوم جبت لكم فيديو رائع رائع جدا، لأنه عبارة عن ملخص شامل على الاشتقاقية. درس الاشتقاقية درس كبير جدا، وأول درس في المنهاج السنوي لهذه السنة إن شاء الله. إذا درت لكم ملخص على كل ما يتعلق بالاشتقاقية، أتمنى أنكم راح تستفادوا من هذا الفيديو. ما تنسوناش فقط بالتعليقات الجميلة واللايكات، وخاصة خاصة نشر هذا الفيديو وغيره من الفيديوهات لكي تعم الفائدة. نبدأ على بركة الله. إذا نبدأ بأول تعريف في الاشتقاقية. إذا نقول عن الدالة F المعرفة على مجال E من R أنها قابلة للاشتقاق عند x صفر، أي عدد، مثلا عند 1 عند 2 من المجال إيه. إذا كانت، يعني الشرط تاعي أن يكون النهاية تاعي ليميت f لـ x صفر زائد h ناقص f لـ x صفر على h لما h يؤول إلى صفر تساوي عدد حقيقي، هذا هو الشرط. أو بمعنى آخر، ليميت f لـ x ناقص f لـ x صفر على x ناقص x صفر لما x يؤول إلى x صفر تساوي عدد حقيقي، يعني نستعمل هذه النهاية أو هذه النهاية هي نفسها، ولكن أنا يعني شخصيا أفضل دائما هذه النهاية، النهاية الثانية، ولكن لي استعمل النهاية الأولى هي صحيحة. إذا لقيت النهاية هذه، يعني نسبة التزايد هذا يؤول إلى L عدد حقيقي، نقول أن الدالة تاعي تقبل الاشتقاق عند x يؤول أو يساوي x صفر. الآن كيف يسمى هذا العدد الحقيقي اللي لقيناه؟ يسمى العدد الحقيقي L العدد المشتق، ونرمز له أو نكتبه على شكل L يساوي A فتحة لX صفر، يعني العدد المشتق عند X صفر يساوي العدد L. هذا كتعريف بسيط ومقدمة أولى. ثانيا ركزوا معايا، ثاني شيء قابلية الاشتقاق تاع الدالة على مجال. إذا بعدما شفنا قابلية الاشتقاق عند عدد، الآن نشوفوا على مجال. يعني دائما لتكون F تاعي دالة معرفة على مجال E، أي مجال، مهم يكون من R، نقول أن الدالة F تقبل الاشتقاق على مجال، يعني على طول المجال E، إذا قبلت الدالة F الاشتقاق عند كل عدد حقيقي X من هذا المجال، يعني تقبل على كل المجال E، كل الأعداد الموجودة فيه. ونقول أن الدالة F فتحة هي الدالة المشتقة للدالة F، حيث الدالة F فتحة تاعي معرفة كالتالي لكل X صورته F فتحة لX. طبعا هذه المفاهيم الأولية درستوها في السنة الثانية، ولكن حبيت يكون ملخص تاعي شامل. نتابع، راح نشوف الآن عنصر آخر وهو العلاقة بين الاشتقاقية والاستمرارية. تقول الخاصية كالتالي: إذا كانت F دالة قابلة للاشتقاق على مجال E فإنها مستمرة في هذا المجال. وش يعني؟ يعني الاشتقاق يستلزم الاستمرارية، يعني كي يكون عندكم دالة قابلة للاشتقاق مباشرة نعلم أنها مستمرة. ثم عندي ملاحظة، الدالة المستمرة على مجال ليست دائما قابلة للاشتقاق على هذا المجال. وش يعني ذلك؟ يعني الاتجاه في اتجاه واحد فقط. كي تكون قابلة للاشتقاق يستلزم الاستمرارية، ولكن كي تكون مستمرة هذا لا يعني دائما أنها قابلة للاشتقاق. طبعا وعلى حبيت ندير لكم ملخص شامل، لأن هذا الدرس درس جد جد مهم، وأي درس في الرياضيات هو جد جد مهم، لأنني صدقوني راكم في فقط في شهر سبتمبر، تحضير لشهادة البكالوريا يحضر من الآن، طبعا من الآن لكل درس ديروا له الملخص تاعه، لأن أي تعريف أي خاصية في الرياضيات هي بمثابة حجرة البناء، يعني ما لازمش تخلو ولا نقطة باش كي يجيكم أي تمرين تكونوا مسلحين بالتعريفات بالخواص، وثم بعد ذلك يجي التطبيق. نتابع الآن، نجي للمماس لمنحنى الدالة عند النقطة ذات الفاصلة x صفر. هنشوف وش معنتها يعني هندسيا. F دالة معرفة على مجال E،
الذي يشمل طبعا الـ X0 العدد X0 تاعي. CF هو تمثيلها البياني. شوفوا معايا هنا مثلت لكم المنحنى CF. إذا وش معناتها الآن كي نقول الدالة قابلة للاشتقاق عند X0؟ طبعا يعني ذلك طبعا A تاعي سميت النقطة تاعي A ذات الفاصلة X0 وذات ترتيبة F لX0، يعني صورة X0 بالدالة F. وش معناتها الدالة تقبل الاشتقاق عند نقطة؟ يعني أن ذلك المنحنى، هذا هو التفسير البياني، يعني سي اف يقبل عند هذه النقطة اللي سميتها ا اكس صفر اف لي اكس صفر، معامل توجيهه هو افتحة لي اكس صفر، يقبل طبعا مماسا، عفوا يقبل مماسا سميته مثلا تي اللي هو هذا بالأحمر، أتمنى فقط أن يكون واضح. طبعا هذا المستقيم الذي يشمل النقطة ا ويمس المنحنى في هذه النقطة. نقول أن سي اف يقبل عند النقطة ذات الفاصلة x0 والترتيبة f لx0 مماسا سميتو تي، معامل توجيهه هو العدد المشتق اللي قلناه فتحة لx0، معادلته المعادلة الشهيرة اللي نقول عليها تي y يساوي فتحة لx0 في x ناقص x0 زائد f لx0. هذه هي معادلة المماس عند نقطة ذات الفاصلة x0. ثم بعد ذلك نتابع عنصر آخر وهو المشتق من اليمين ومن اليسار عند عدد معين. بعدما شفنا عند عدد فقط، الآن نشوف عند اليمين وعند اليسار. شوفوا معي F دالة معربة مستمرة على مجال E الذي يشمل طبعا X0 تاعي من المجال هذا. الآن إذا كانت شرط، إذا حسبنا النهاية تاع f لي x ناقص f لي x صفر على x ناقص x صفر على يمين x صفر لقيناها عدد حقيقي، هنا نقول مباشرة أن الدالة f قابلة للاشتقاق من اليمين. طبعا لماذا من اليمين؟ لأن درسنا بقيم أكبر عند x صفر. وإذا كانت الآن كي نحسب النهاية الثانية اللي هي نهاية f لي x ناقص f لي x صفر على x ناقص x صفر لما x يؤول إلى x صفر بقيم أصغر، يعني من اليسار، نقول هنا تساوي عدد حقيقي. طبعا نقول أن f قابلة للاشتقاق من اليسار عند x صفر، يعني لازم النهاية تساوي دائما عدد حقيقي. راح نشوف في حالات وين تكون لا تساوي عدد حقيقي ونشوف التفسير تاعها. الآن نتابع. لاحظوا فقط ملاحظة أنني رقمت كل هذه الوريقات الصغيرة، وعلاه؟ باش نديرها في صفحتي على الفيسبوك اللي يشوف اللي يحب الاطلاع على كل هذه الدروس. يعني أنا في بعض الأحيان ننشر هذه الدروس على الفيسبوك اللي هي صفحتي أنا والرياضيات، اللي يحب ان نمدلو الرابط مدهول. اذا نتابع. اذا بعد ما حسبنا النهايه تاع نسبه التزايد على اليمين وعلى اليسار، شفنا انها تقبل الاشتقاق على اليمين وعلى اليسار، الان ملاحظه اذا لقينا ان العدد ال يساوي ال فتحه، يعني لقينا نفس العدد، هنا مباشره نستنتج ان الداله اف تاعي قابله للاشتقاق عند x صفر. يعني كي تكون العدد المشتق على اليمين يساوي العدد المشتق على اليسار، نقول مباشرة أن الدالة F قابلة للاشتقاق. ولكن إذا كان L يختلف عن L فتحة، هنا نقول أن الدالة F غير قابلة للاشتقاق عند X0، رغم أنها قابلة للاشتقاق على اليمين وعلى اليسار، إلا أنها الخلاصة العامة أنها لا تقبل الاشتقاق عند العدد X0. في هذه الحالة كي تكون النهاية على اليمين تختلف عن النهاية على اليسار، يعني L تختلف عن L فتحة، تسمى النقطة تاعي X0 F لX0 تسمى نقطة زاوية. لماذا ذكرت لكم هذه التسمية؟ لأن في بعض التمرينات تاع شهادات البكالوريا كي تشوفوا كي تحسبوا النهايتين تلقاوها مختلفة، يقول كيف نسمي هذه النقطة؟ إذا تسمى هذه النقطة نقطة زاوية. طبعا راح نشوفوها فيما بعد التفسير الهندسي تاعها. الآن ندخل في التفسير الهندسية. نبدأها كي تكون إذا كانت الدالة F غير قابلة للاشتقاق عند X0 وقابلة للاشتقاق من اليمين عند X0،
الحالة وين شفناها أنها تقبل اشتقاق على اليمين فقط. فإن هنا التفسير البياني نقول أن سي أف التمثيل البياني للدالة أف يقبل نصف مماس من اليمين عند النقطة ذات الإحداثيات إكس صفر أف لإكس صفر. معامل توجيهه يعني معامل المماس هذا هو ال، معادلته نسميه دلتا واحد إيكغيك يساوي ال. ال ماذا يمثل؟ أف فتحة لإكس صفر في إكس ناقص إكس صفر زائد أف لإكس صفر، يعني استعملنا معادلة المماس اللي شفناها من قبل. طبعا ال ماذا يساوي؟ هي نهاية أف لإكس ناقص أف لإكس صفر على إكس ناقص إكس صفر لما إكس يؤول إلى إكس صفر بقيم أكبر. هذا التفسير الهندسي. نتابع التفسير الثاني، شوفوا معايا. إذا كانت النهاية أف لإكس ناقص أف لإكس أف لإكس صفر على إكس ناقص إكس صفر لما إكس تؤول إلى إكس صفر بقيم أصغر يعني على اليسار تساوي ألف فتحة اللي هو العدد الحقيقي. هنا نقول أن الدالة شفناها من قبل أنها قابلة للاشتقاق من اليسار عند إكس صفر، ولكن التفسير الهندسي أو البياني نفس الشيء، نقول أن سي أف التمثيل البياني للدالة أف يقبل أيضا نصف مماس من اليسار عند النقطة إكس صفر أف لإكس صفر. معامل توجيهه هو الفتحة، معادلته سميته دلتا 2 إيكغيك يساوي الفتحة في إكس ناقص إكس صفر زائد أف لإكس صفر. والفتحة ما هو إلا نهاية أف لإكس ناقص أف لإكس صفر على إكس ناقص إكس صفر لما إكس يؤول إلى إكس صفر بقيم أصغر. الآن الخلاصة بعدما شفنا التفسيرات البيانية، شوفوا معايا. إذا الخلاصة قلنا أن المنحنى يقبل عند النقطة إكس صفر أف لإكس صفر نصفي مماسين، نصف مماس على اليمين ونصف مماس على اليسار. هذين المماسان يصنعان بينهما زاوية سميتها ألفا. إذا شوفوا معايا هاوليك المنحنى، إذا هنا نصف المماس على اليسار وهنا نصف المماس على اليمين. هذين النصفين المماسان يشكلان زاوية اللي سميتها ألفا، هذه هي الزاوية ألفا، لهذا سميت بنقطة زاوية. أتمنى فقط أن يكون لحد الآن مفهوم. نتابع نشوف نقطة أيضا جد مهمة في الاشتقاقية، يعني البعض قد لا يركز عليها ولكن أنا حبيت نركز عليها في هذا الفيديو، اللي هي المماس العمودي لمنحنى الدالة. دائما تعودنا أن عندما نحسب النهاية نلقاها عدد حقيقي، لربما كان هذه النسبة نسبة التزايد عندما نحسب ليميت أف لإكس ناقص أف لإكس صفر على إكس ناقص إكس صفر لما إكس يؤول إلى إكس صفر قد تساوي ما لا نهاية. الآن لا يهم زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية، المهم أنها ما لا نهاية. أو نفس الشيء كي نحسب ليميت أف لإكس صفر زائد أش ناقص أف لإكس صفر على أش لما أش يؤول إلى صفر تساوي ما لا نهاية. في هذه الحالة وش راح نقول؟ طبعا هنا شرط أن الدالة تاعي مستمرة عند إكس صفر. في هذه الحالة وش نقول؟ كي تلقاو أن النهاية تساوي ما لا نهاية أيا كانت زائد أو ناقص ما لا نهاية، نقول في هذه الحالة العامة أن أف تاعي غير قابلة للاشتقاق عند إكس صفر. الآن التفسير البياني، سي أف يقبل عند النقطة أ ذات الإحداثيات إكس صفر أف لإكس صفر مماسا عموديا. طبعا هنا شوفوا معنا المنحنى، هذا المنحنى بالأسود سي أف. هنا راح نقول أنه يقبل، هنا هذا هو نصف الم يعني مماس، شفتوا درته كامل، راح نشرح لكم متى يكون أفقي متى يكون متجه إلى الأعلى ومتى يكون متجه نحو الأسفل. المهم أن يكون هذا المماس موازي لمحور التراتب. معادلته هو x يساوي x صفر. الآن راح نشرح متى يكون متجه إلى الأعلى متى يكون متجه إلى الأسفل. فقط ركزوا معي. إذا قلت ركزوا معي، المماس العمودي لمنحنى دالة دائما تفسير البياني. الآن عندي حالتين، عندي الحالة وين يكون ليميت أف لي إكس ناقص أف لي إكس صفر على إكس ناقص على إكس ناقص إكس صفر لما إكس يؤول إلى إكس صفر بقيم موجب، كيت المدلي تساوي زائد ما النهاية. حذاري، هنا قيمة موجبة يعني بقيم أكبر وهنا موجب، أو الحالة الثانية
ليميت اف لي اكس ناقص اف لي اكس صفر لما على اكس ناقص اكس صفر لما اكس يؤول الى اكس صفر بقيم اصغر، ولكن تخرج لي ناقص من النهايه. اذا جمعت هاتين الحالتين لماذا؟ لان باش نشرح لكم اكثر واكثر، هنا موجب، شدوا المعلومه هذه، موجب مع موجب، وهنا سالب بقيم اصغر، وهنا سالب، راح تمد لي في كلتا الحالتين راني في الاتجاه الموجب. هنا التفسير البياني، شوفوا معايا المنحنى الداعي، هاي لك النقطه ا الداعي، هذه هي النقطه ا، هذه هي النقطه ا. اذا هنا سي اف، هذا هو المنحنى الداعي، هنا سي اف كي تلقاوها احدى الحالتين، يا اما هذه يا اما هذه، يعني نفس الحاله راح تمد لي نفس التفسير. هنا سي اف يقبل عند النقطه ا ذات الاحداثيات اكس صفر اف لي اكس صفر مماسا عموديا متجه نحو الاعلى، معادلته اكس يساوي اكس صفر. هنا فقط حيله بسيطه يعني كحرب الاشارتين، يعني كي يكون موجب موجب يكون يمد لكم مماس عمودي متجه نحو الاعلى، وهنا قيم سالبه، وهنا ناقص ما النهايه، اذا سالب مع سالب يمد لكم موجب، هنا ايضا الاتجاه موجب. هذه حيله فقط بسيطه مني باش تذكروا متى يكون نحو الاعلى. جمعت لكم الحاله الثانيه، جمعت لكم النهايتين وين يكون مماس عمودي متجه نحو الاسفل. شوفوا معايا، اذا ركزوا معايا الان حاله ثانيه، اذا كانت نهايه اف لي اكس ناقص اف لي اكس صفر على اكس ناقص اكس صفر لما اكس يؤول الى اكس صفر بقيم اكبر، ولقيتها ناقص ما النهايه، هنا بقيم اكبر ناقص ما النهايه تخرج لي ناقص، واش يخرج لي ناقص؟ يعني بق حيله بسيطه باش نشد اتجاه المماس العمودي، او ليميت اف لي اكس ناقص اف لي اكس صفر على اكس ناقص اكس صفر لما اكس يؤول الى اكس صفر بقيم سالبه، وهنا خرج لي زيد ما النهايه. اذا زائد كانني في راسي ندير ناقص في زائد خرج لي ناقص. هنا مباشره راح نقول ان سي اف يقبل عند النقطه ذات الاحداثيات اكس صفر اف لي اكس صفر مماسا عموديا متجه نحو الاسفل، معادلته اكس يساوي اكس صفر. اذا هنا عندي المنحنى البياني تاعي، راح نرسم مماسا عموديا هكذا موازي لمحور التراتيب، ولكن اتجاه يكون نحو الأسفل. أتمنى فقط أن الفكرة وصلت. نتابع، ننتقل على بركة الله إلى نقطة جد مهمة، هي مشتقات الدول المألوفة. هنا كتبت لكم الدالة، الدالة المشتقة مجالات قابلية الاشتقاق. إذا ك عدد حقيقي مشتقة تاعه هو صفر دائما، مجال القابلية هي R، أي عدد حقيقي مشتق تاعه هو صفر، ثم X عندما تكون F لX تساوي X فقط مشتق تاعها هو واحد، المجال هو R، ثم كي يكون عندنا X أس N حيث N أكبر يساوي من 2 و N عدد طبيعي. القاعدة تقول أن المشتق تاع X N هو ننزل هنا القوة تاع N، N X N ناقص 1، المجال هو R. الآن جذر X، جذر X دالة المشتق تاعها لازم تحفظوها على ظهر القلب، هو 1 على 2 جذر X، مجال قابلية الاشتقاق هو صفر زائد ما النهاية. الآن واحد على إكس مشتق تاعها هو ناقص واحد على إكس مربع، إذا تحفظ، ومجال قابلية الاشتقاق هو R نجمة. كوسينوس إكس مشتق تاعها هو ناقص سينوس إكس، ناقص سينوس إكس مجال قابلية الاشتقاق هو R، سينوس إكس المشتق تاعها هو كوسينوس ومجال قابلية الاشتقاق هو R. نتابع، إذا نخرج بنتيجة أن الدوال كثير حدود قابلية للاشتقاق دائما على R. ثاني شيء، الدوال الناطقة قابلة للاشتقاق على كل مجال محتوى في مجموعة تعريفها، هذه النتائج تاع الدوال المشتقة. ثم بعد ذلك ننطلق إلى المشتقات والعمليات على الدوال. عندنا إي و في دالتين قابلتين للاشتقاق على مجال محتوى في مجموعة تعريفها وكعدد حقيقي. أول قاعدة تقول أن مجموع دالتين المشتقة تاع مجموع دالتين هي المشتقة الأولى زائد المشتقة الثانية، U زائد V مشتقة تاعها هي U فتحة زائد V فتحة. مشتقة جداء دالتين تساوي مشتقة الأولى في الثانية زائد الأولى في مشتقة الثانية، هذه القواعد كلها تحفظ. ثم عندنا عندما تكون الدالة تاعي مضروبة في عدد حقيقي فإننا نستخرج العدد الحقيقي ما نشتقوش،
يساوي ك، إذن ك في U المشتقة تاعه هو ك في U فتحة. ثم بعد ذلك رابعا عندنا كي تكون عندنا نسبة دالتين U على V المشتقة تاعها، القانون واش يقول؟ مشتقة الأولى مشتقة البسط في المقام ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام مربع. U فتحة في V ناقص U في V فتحة على V مربع. طبعا V ما لازمش تساوي الصفر. وش معناتها ما لازمش تساوي صفر؟ يعني نستثني الأعداد وين تكون دالة المقام تنعدم. نتابع. إذن ثم بعد ذلك خامسا عندنا كي تكون عندي تركيب دالتين V تركيب U مشتقة تاعها هو مشتقة U U فتحة لX جداء مشتقة V مشتقة V في U لX. ثم سادسا إذا كانت عندنا U دالة موجبة تماما على E فإن جذر U لX هنا تركيب دالتين أيضا مشتقة تاعها هو ما داخل الجذر مشتقة ما داخل الجذر اللي هو U فتحة لX على 2 جذر U لX. هذه العمليات تحفظ على ظهر القلب وثم نطبق عليها التمرينات. سابعا وش عندي؟ كي تكون عندنا U لX أس N مشتقة تاعها هو N في U فتحة لX في U ل N ناقص 1 لX. أخيرا إذا كانت عندنا U لX تاعي لا تساوي صفر يعني لا تنعدم 1 على U لX أس N هنا فقط اعذروني هنا مشتقة تاعها هكذا المشتقة وليس N المشتقة تاع 1 على U لأس N لX تساوي ناقص N في U فتحة لX على U N زائد 1 لX. إذن أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح تاع ملخص الشامل على الاشتقاقية. وثم بعد ذلك على من خلال كل هذا الملخص أتمنى فقط أنكم راح تطبقوا كل هذه المعلومات على التمرينات. إن شاء الله يسر الله أمركم، إن شاء الله يجيكم كلش سهل. بالتوفيق للجميع. سلام الله عليكم، إلى الملتقى إن شاء الله.